وشوف طول الجسر كله حط على الثمن. شنو مستفيد؟ ها؟ شنو مستفيد؟ مش مستفيد؟ الناس تطلع تعرف. لا أنا الناس ترى يعني شيء مو غريب هذا اللي يصير راح يطوله. لا والله. والله صحيح. أنا تشوفه هي تضايق. أنا هواي أطلع على أشياء عجيبة غريبة. صدق. يعني شفت ناس مصورة أشياء. ها؟ أنا طالع. ليك عطالك. التفت بس هذه زاويتي ما اقدر بعد اكثر. يفر نفسك. ها؟ لك والله يفر راسك خلينا نسولف ونترك منك عادي. وانا قمت توجعني. يفر راسك اسكت. ما
متقيد بالحزام. دك بس ها؟ دك لي ها ممنوع. شنو؟ والله لا ممنوع. لا والله احنا هم ممنوع. شنو؟ ها؟ احنا هم ممنوع بالحزام. لازم تصدق. والله متعود. لا انت ما اعتقد بس بالنسبة لنا هناك لازم تضبط الحزام. اي بنت هني مو هناك. متعود بعد حتى هناك. ترى هناك يعني جماعات وايد ممنوعة. بس من جماعتي ما يسد وانا اول ما اسد الحزام يقول والله انت مضبوط. المشكلة يعني هذه الزاوية شوية عندي احنا ننظر يعني ما اقدر كل شغلة فتشة. بس اليوم والبارحة احسن من قبل ثلاث ايام. اللي يوشنه ليش ليش الخجل؟ شنو بايك؟ شو تتوقع؟ ما ادري. قبل زميلي يحبون التلفزيون لما جو معانا يحبون التلفزيون يطالعوا التلفزيون. الحين طحنا طار في عاده جديده اللي هو الجوال. الجوال اليوم جت هي ماسكه الجوال حتى بالغرفه عندي ماسكه. اي هالشغله عجيبه غريبه حتى 24 ساعه. الناس ما تقدر بدون